11 و9 دقائق على احلى راديو، راديو اي اف ام. هذه ساعتنا الثانيه من دارنا العزيزه، احنا مع بعضنا حتى النص النهار. اللي قاصدين ربي يقضي في حوايجهم ربي يقضي الحوايج، واللي خرجوا توا ربي معاكم، وزاد كيف كيف التلامذه اللي يقراوا ان شاء الله ربي ينجحكم وان شاء الله ربي يوفقكم. انا باش نحكي لكم على سيكا جاز. سيكا جاز، سيكا جاز تتواصل الرحلة، تنظم احتفالية الجاز السنوية سيكا جاز في نسختها 9 في موعد ربيعي استثنائي من 1 لـ 4 ماي 2024، لتجدد اللقاء مع جمهورها من تونس والعالم. مقترحة برمجة حافلة بالمفاجآت والفعاليات الاستثنائية، هذا الكل في سيكا جاز. لأكثر معلومات تنجموا تدخلوا على صفحة الفيسبوك سيكا جاز وتاخذوا المعلومات الكاملة على الاحتفالية هذية، على وقت العروض، المعلومات اللي تحبوا تعرفوها الكل تدخلوا على باج الفيسبوك سيكا جاز. ان شاء الله بالتوفيق. كي نبداو نسمعوا هكا معناها ديزيفينمون هكا حلوين نفرحوا، على خاطر كل ما فما ايفينمون فيه فرحه، فيه عروض، فيه ناس تمشي هكا تتفرج في حاجه مزيانه، الا ونفرحوا ونحبوا الحاجات هذيا تكون موجوده. يسرى صباح النور. صباح الورد كوثر. صباح الفل، الحمد لله يا ربي. صباح الانوار الكل. عايشك، كلامك برشا صحيح كوثر، على انه كل ما يبدا فما ايفينمون راهو الدنيا كلها تتحرك. أيوة، الكوميرس يتحرك، اللي يبيع في الكسكروتات يربح، اللي يبيع في الماء يربح، اللي تو مثلا كيسير العبيد تحس الفرحه. اي فوالا، مثلا كيسير مهرجان مثلا تاع مثلا ايام جي سي سي المسرح. أيوة، كل شيء يتحرك، المجازينات في وسط البلاد تتحرك. تمشي انت في معناها ايفينمون هكا في مسرح ولا حاجه، اي حاجه غاديك راهي باش تتحرك. كي تتحرك الامور ايكونوميكمون تدور الفلوس، نقولوا احنا تدور الفرنك، تدور الفلوس، دونك النفسيه تتحسن. بيانسور النفسيه تتحسن. ولا نجاح اخر جديد باش تحكي لنا عليه يسرى، المناعي تو دو سويت في من تونس. مع يسرى المنيعي. من الفلوس احنا مانيش خارجين، من الفلوس مانيش خارجين، خاطر اذا كان فما تحقيق نجاح خاصه في حاجه عندها علاقه معناها بال هكايا الكوميرس، دونك فما فلوس، والفلوس تحيي النفوس كما يقولوها وتخلي معناها النفسيه محليه. دونك اليوم احنا في من تونس باش نحكيو على الشاب. الشاب هذايا هو اصله معناها من تونس، اما مشى يعيش لبرا، وبالصدفه هكايا في تفدليكه هو واصحابه كيما نقولوا احنا كل عمل تشالنج، قال لهم انا باش نصنع حكايه ونشوفوا اسكو باش تنجح ولا مش باش تنجح. انتم احكموا بعض، ضحكوا عليه اصحابه قالوا له لا مش صحيح يا اخي، هو صنع كاسكيت، كاسكيت حط فيها لوجو معناها اللي هو صمه، وقال انا اللي كاسكيت هذوما والتصميم تاعي هذيا راهو باش يتباع على شيل انترناسيونال، وباش نخصصه انا لجماعه الكوره، دونك وباش يلبسوه الجواريت نتاع العالم. دايوغ لو كان تحلوا تشوفوا على اي اف ام تي في تو تشوفوا اللي معناها لي جوار اللي هما هذوما الكبار، ميسي فوالا لابسين الكاسكيت نتاعو. دونك الشاب هذايا عمل حاجه فكره مزيانه، بورتو معناها فكره مش جديده، لا مش جديده، اما هو تشالنج كاسكيت قول القائل موجوده ايفيكتيفمون، لكن وان سالتم الله فاسالوه البخت. هذا هو يعني موجود، ما حد شيء جديد. ولكن كي تصدم وتخدم راه ربي يعطيك. اعزم اعمل النيه، دونك تنجم تقدم ذيك. علاش بالحق معناها الشاب هذايا اللي هو زياد عمل ماركه نتاع خاصه بي اسمها ذا بيست اور نوثينك، ذا بيست اور نوثينك، احسن والا حتى شيء. دونك هو اختار انه يكون الاحسن وانه يصنع هلا الكاسكيت هذه، الشعار في حد ذاته نجاح. فوالا بدا بكعبه، ومن بعديك كيما نقولوا احنا معناها بعد الانتاج الثاني ولات 100 كعبه. وهو شنو اللي عاونه؟ اكون او لا اولا هذا هو اللي عاونه، هو انه عنده من عائلته معز حسن اللي هو لاعب اللي هو حارس مرمى معناها برا في فرنسا، لبسها هو
وبدات هكا الحكايه هذيك تدور على لي ريزو سوسيو. هنا دونك ديما نرجعوا للبوان تاع لي ريزو سوسيو، راهم ينجموا مش ينجموا هما راهو كي تعرف تستعملهم يكونوا فيهم فايده ايفيكتيفمون. دونك هو اختار انه باش يكون الافضل اولى شيء ايفيكتيفمون كان دونك زياد لهنا وعرف كيفاش يصنع النجاح نتاعو. ومن بعد لي كاسكيت مشى للملابس وبدا يسوق في معناها البرودوي نتاعو نفس الشيء نفس اللوجو. نفس اللوجو دونك شنو فيه اللوجو الافضل الافضل او اوكي مكتوبه كاريمون اي مكتوبه كاريمون على الكاسكيت دونك وسوق لها الحكايه هذيا. بدا بنادي نيس الفرنسي معناها وين ما فما كما قلت انا معز حسن اللي هو عاونه يكون منه عاونه انه باش يعرف بالماركه نتاعو، والماركه نتاعو بدات تدور ولبسوها لي جوار نتاع العالم. دونك انا نتصور اللوجو هو اللي خليهم يلبسوا الكاسكيت خاطر الكاسكيت هما موجوده في دوتغ مارك. دونك هما بيدهم يحبوا يقولوا يا نكونوا احذى احنا الافضل يا ما نكونوش. دونك اللوجو مهم جدا وعرفوا شعار يمن به اي انسان يحب ينجح. كنا نحبوا ننجحوا دونك اوتوماتيكمون يلبسها خاطر الشعار هذيك المعنى نتاعو هايل هايل فوالا. دونك لهنا كيما قلت انت كوثر اعزم اقدم وربي راهو باش يكون معاك وتنجم تقدم وتنجم تنجح وراهو ماذا بينا لونتوراج ديما يشجع. خاطر هنا صحابه من الاول ضحكوا عليه قالوا له ليه ضحكوا عليه خاطر تو سامبلومون يقول لك كاسكيت ماهيش حاجه قدم لي مارك من غير ما نسمي لي كاسكيت نتاعهم هاو موجودين. شنو انت باش تجيب كاسكيت تتباع مش حاجه جديده ما تعرفش عليها والله ارزاق تسيق ارزاق ما تعرفش عليها. هذا يبيع كاسكيت وهذا يبيع كاسكيت هذا تتباع وتخرج والاخر لا والعكس صحيح والعكس عرفها. فوالا هي ارزيق تسيق ما نهبطش يدي يا اخي. انا اليوم بعت كعبه غدوي كان بيع 100 غدوي كان بيع 1000 بشويه بشويه هو الحظ عنده راهو عنده نصيب. هاني قلت لك وان سالتم الله فاسالوا نصيب ما نكتبوش على سيفري الحركه لازمه الخدمه ومن بعد انت وشنو كتب لك. اما هي معناتها كرياسيون موجوده مي هو لقى فكره اللوجو اللي تحط هذيك مهم برشا برشا برشا. كنا نحب نقولوا على روحنا المعنى هذيك يخليه يشري الكاسكيت واللي باش يلقى كاسكيت بالمعنى ياخذها ياخذها والله نقا حتى انا ناخذها باش نحط هكا اكيد ماهوش غالي خاطر الكاسكيت مهما قداش باش تكون السوم كاسكيت دونك تمشي له سي نورمال ان شاء الله موفق. هو الحقيقه مهما باش تكون شنو هي الكاسكيت الكاسكيت معناها لهنا تنجم هي ما عندهاش قيمه 10000 100000 اللي هو اما كي باش يلبسها ميسي ولا كي يلبسها فوالا تولي دونك الفالور والله والله اسمع هو راهو محليه الواحد انه يجيب افكار وانه يسعى باش يصنعها وانه ربي يزيد يعاوننا باني انا نكون عندي انسان باهي كي نعاونوا بعضنا. خاطر انا عندي عبد من عائلتي اللي هو ديجا مشهور ويلعب في ايكيب معناها فرنساويه كبيره نبدا بشويه بشويه وان شاء الله يا ربي ربي يرزق الناس كله ويعطي الحظ للناس ان شاء الله البيبان تتحل وقت اللي انت تصدم البيبان تتحل وربي يحلها ويجيب لك القسم حتى ان شاء الله يعطيك الصحه يا يسرى. ميرسي ميرسي. بعد شويه اريج الحمروني باش ترجع لنا اليوم حلقه استثنائيه الانترفيو اللي باش نعديوها. دونك بعد الغنيه بالضبط نعديو الانترفيو اللي سجلته معها مي مسهل. احلى راديو رجعنا لكم باقي على احلى راديو راديو اي اف ام بدرنا العزيزه حتى النص نهار طول 11:22 دقيقه مره اخرى. مرحبا بك اريج الحمروني. مرحبا بك كوثر. مرحبا بك مره اخرى لكافه مستمعي اذاعه اي اف ام. دونك باش نكملوا الموضوع اللي بديناه قبيليك متابعه لموضوعنا في علاقه باللي صاير في معهد الصحافه علوم الاخبار. قبيله كنا قلنا انه الطلبه متحركين في مسانده واحتجاجات مسانده للقضيه الفلسطينية ونشاهدوا في الصور على FM TV وتهديد حتى بمقاطعة الامتحانات. فما اتهامات للمعهد بأنه عنده شركات مع منظمات مطبعة. حقيقة هذه الكل مشكورة جدا جاوبتنا عليه مدام حميدة البور مديرة المعهد في ميكرو زميلتي ما يمسهل. خلينا نسمع كل التوضيحات ونرجع. هي قاعده في معهد الصحافه وعلوم الاخبار اللي صار في معهد الصحافه انه تم اعتصام للطلبه. الاعتصام هذا جاء يعني لدعم القضيه الفلسطينيه وللوقوف ضد معناها تقتيل المدنيين والاطفال في غزه واللي اليوم كما تعرفوا معناها الالاف من الفلسطينيين معناها قاعدين يدفعوا يوميا معناها بدمائهم يعني المطالبه بالحق في الوجود والمطالبه
بحقوقهم معناها كاملة، وبطبيعة الحال إدارة معهد الصحافة بكافة هيكلها الإدارية في كل مرة تدعم القضية الفلسطينية. ولذلك يعني في اجتماعات المجالس العلمية يعني تم التأكيد على ذلك وبطبيعة الحال تبعا لهذا الموقف المبدئي فالإدارة توقفت عن التعامل مع المنظمات المساندة للكيان الصهيوني وأوقفت كل أوجه التعاون معها، وحتى يعني في المحام الاتصالية لتظاهرات سابقة يعني بدأت إزالتها وفقا لهذا المبدأ الثابت، خصوصا وأن وراه معهد الصحافة قدم شهداء من بين خريجيه معناته الفلسطينيين وفي كل المناسبات معناته وفي كل التظاهرات، ومنها يوم التضامن مع الصحفيات الفلسطينيات اللي تم تنظيمه يوم 7 فيفري 2024، ولدينا معرض دائم في بهو المعهد يعني تكريما لشهيدات الكلمة الحرة. لكن الإشكال أنه الاعتصام هذية معناتها جاء تزامن معه كذلك يعني مقاطعة الامتحانات معناتها، وهذا اللي أثر شوية، وحتى ثم نوع من التشنج بين الطلبة اللي يحبوا معناها يعديوا الامتحانات والطلبة اللي هما منظمين الاعتصام، لكن معناتها بالنسبة للإدارة ما نجموش معناتها نظم امتحانات في ظل وجود معناتها الاعتصام هذا اللي احنا بطبيعة الحال معناتها نحترم القرار هذا، ومعناتها حق الطالب في التعبير من يعني التعبير عن مساندته في القضية الفلسطينية، لكن مسألة الامتحانات معناتها تبقى مسألة يلزمنا أن نناقش فيها، وحنا بنناقشوها في المجلس العلمي اليوم عندنا مجلس علمي. بمدام حميدة هو فما منظمة بعينها هما اللي شاكين فيها اللي هي متابعة مع الكيان الصهيوني اللي هي كونار إدناور سيستان. وانا اللي قتلت أوقف وانا من يقتلت كل المنظمات اللي عندها مساندة للكيان الصهيوني وعبرت عن ذلك، يعني احنا وقفنا مش من طورة من نوفمبر، احنا المفروض انه الملتقى الدولي لمعة الصحافة وعلوم الاخبار يتم تنظيمه مع المؤسسة مع المنظمة هذه، لكن ما نظمناه في معهد الصحافة وب يعني وسائلنا الذاتية، والعديد من المظاهرات الأخرى والتظاهرات الأخرى اللي كانت مبرمجة معناها لم يقع تنظيمها، يعني مش من طورة من نوفمبر معناها أخذنا قرار هذين. بيه مدام حميدة ميلا هما البارح مهبطين تصاور على الجروب متاع مع الصحافة وعلوم الإخبار، وحاطين كيفاش الحافلات متاع مع الصحافة مازال فيهم اللوجو متاع هي الحافلة هي سفر الحافلة، خاطر الحافلة جات في إطار تعاون تم 2013 وسيتم بعدها نعاود ندهنوها، معناتها الحافلة سيتم يعني إزالة هذه يعني اللوجو. هل الاذن بالضبط طيب بالضبط وهي مادام انتم ما كنتوش تعرفوا قبل اللي هي متبعه معناها قبل لا هي شو مش كانت متبعه لسنه دقيقه راهو التطبيع عنده هي الاشكال هو انه في المسانده للكيان الصهيوني في الحرب تنتهي هي الاشكال فانت دونك هو دوب ما خرجت البلاغ نتاع المسانده احنا ما عاودش تعاملنا معها. يعطيها الصحة ما يمثال وميرسي زادا كيف كيف مدام حميدة البور اللي هي مديرة معهد الصحافة وعلوم الأخبار، خاطر عندها ريونيون مهمة جدا اليوم دونك قبلت باش سجلت زادا كيف كيف، يعطيها الصحة. اكزاكتومون دونك التسجيل اللي سمعناه في ميكرو زميلتي ما يمثال من قبل مدام حميدة البور لأنه حاليا هي في مجلس علمي للنظر في حكاية مقاطعة الامتحانات والمنظمة اللي كنا حكينا عليها في التسجيل نحكي على كونارد أديناور منذ إعلان المساندة للكيان الصهيوني تم قطع المساندة للكيان ولعدوانه دوك
ضاعت الفكرة. تم فض الشراكة مع المنظمة هذه دوك في انتظار القرار اللي بيخرجوا به من المجلس العلمي. تنتبعوا الحكاية من هنا للي يوفى المجلس العلمي. دوك انا نقول لكم توا شيء طيبة اون فوا بور توت بالحق توا باش نروح وبقيت متابعة طيبة لبرامج ميرسي ميرسي. بعد ما ان شاء الله يكمل الاجتماع ونسمعوا الاخبار وهكيك نقولوها ان شاء الله غدويكا. ميرسي اريج، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد ليام. بعد البوب نمشيو الاس او اس يا فم يا فم توت سويت اس او اس يا فم مع اسامة الصافي. مرحبا بيك مرة أخرى أسامة. صباح النور. صباح مرحبا الفل. مرحبا كوثر. صباح الفل والسعادة إن شاء الله للناس الكل. وإن شاء الله شو نقول لك، إن شاء الله ديما نقول إن شاء الله ذاك حد الباس إن شاء الله في كل شيء. إن شاء الله ذاك حد الباس موضوع عنده هو بيدو ومتغيرش. لا لا ما تغيرش الموضوع. لا ما تغيرش الموضوع. نقول إن شاء الله ذاك حد الباس، لأنه اليوم العباد خذت الجرأة إنها تنشر جرائم على المباشر. جدي بيان جرائم راو الجريمة مش معناها واحد اللطف عليكم اعتداء على واحد ولا جريمة قتل ولا الجرائم مختلفة. فما جرائم بحرية شفناهم على المباشر في صفحة تبث في فيديوهات مباشرة يعني لطريقة صيد غير قانونية. وهنشوفوا فيهم على EFM TV. أتون شوفوا على EFM TV الصفحة والفيديو. بطبيعة مش صفحة هذه، صفحة هذه تندد باللي قاعد صاير، ولكن عنا الفيديو اللي نجمو نعديو الفيديو، لأنه الفيديو تفسخ ديجا من الصفحة كي فاقوا برواحهم غالطين وكي كثر عليهم السينيال. فسخوا الصفحة. الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيها توا هي لعملية صيد بالكيس. شوف حجم الأسماك يا كوثر اللي قاعدين يصطادوا فيها. أنا نحشم باش نصطادها بالصنارة. يعني إحنا اللي نمارسوا في الصيد الترفيهي ومنهم أنا كي نخرج حاجة كي من كيكة بالصنارة نرجعها للبحر. يعني نحشم باش أني نخرج حوت بالحجم ذاك ونخلي معناها الحوت ما يتكثرش ونهدد الثروة البحرية. وبعد نقولوا علاش ما عندناش حوت وعلاش الحوت غالي في تونس. بطبيعة ممنوع قانونا ممنوع. والصفحة هذه شوف لازمها هي تعتذر هي تتحاكم حاجة من الاثنين، لأنه نشر مثل هالفيديوهات والصيد بالكيس. شفت الحشيش اللي قاعدين نراو فيه في الفيديوهات؟ هذاك المرعى متاع الحوت اللي قاعدين يكركروا فيه. تعرف معناه عبد يحرث في البحر قاعد يحرث في البحر. معناه الكلمة البحشيش وريشو خرجوا. بالضبط بحشيش وريشو خرجوا. شو فرحان؟ أنا ما فهمتش بالحوت هذاك شنو اللي فرحان بيه. أنا أصلا كي تحط لي على الصحن نرفض إني باش ناكله مش باش نصطاده. يعني وزف يخرجوا فيه حاجة بالرسمي والله توجع القلب والله. وهي فيها قانون في بالي فما فترة متاع صيد ما مسموح بها في حاجات وفي حاجات ليه بطبيعة. وبعد جي الفترة اللي من بعدها هكيك مش على بعضه معناتها. إيه وان بلوس الطريقة هذه ممنوعة بالقانون. انك تكركر البحر هكيك وتخرج بحشيش وريشو حوت صغير على حوت كبير على مناني قد السردينة. معناها حاجة بالحق معناها ما تنجم تكون كان جريمة. صحيح. وفما مراقبة توا في الموضوع هذية معناتها الصيادين عندهم مراقبة في حكاية الصيد وطريقة في الصيد. بطبيعة الحال فما مراقبة، فما الحرس البحري قاعد يقوم بدوريات في البحر. وبطبيعة اللي نقول احنا المشرفين على الميناء على البورت كيف كيف زادا يراقبوا الصيادة شنو يخرجوا من البحر. ولكن هذم لا رقيب ولا حسيب. ما فهمتش كيفاش قاعدين يخدموا خارج الأطر القانونية وقاعدين يضروا في رواحهم ويضروا فينا ويضروا في خليج جابس ويضروا في الثروة البحرية. وبعد نقولوا شبيه الحوت غالي. هاو علاش غالي الحوت يا مواطن باش تفهم اليوم اللي فما عباد مسيبين وقاعدين يقوموا بجريمة بحرية. يلا مش باش نطول معكم لأنه عنا اتصال هاتفي معنا سعلي ساسي هو رئيس مجمع تنمية للصيد البحري بغنوش جابس اللي نحبوا نسمعوا منه ونفهموا منه تكنيك ما علاش الصيد هذا غلط وعلاش الصفحة هذه هي صفحة قاعدة تنشر في جريمة بحرية. صباح النور سعلي. صباح النور سعلي. سعلي صباح الخير. مرحبا النور. مرحبا بمستمعيه. مرحبا بيك.
دونك نورمالمون سي عليا كنت تسمع فينا، حاولنا نقدموا الموضوع كما احنا فاهمين، ولكن انت بحار وعندك الاختصاص انك تفسر لنا هالصيد بالكيس هذايا والصفحه هذايا، شنو الغلطه اللي عملته وشنو الضرر اللي خلفته؟ والله بالنسبه للصفحه هذه شفنا الفيديو كبقيه الناس برجليه قعدنا مبهوتين كيف الصفحه كبيره كما هذيك تهبط فيديو يوثق عمليه اجراميه في البحر. علاش اجراميه؟ بحكم التقنيه هذه تقنيه الصيد بالكيس هي تقنيه محجره قانونيا مش ممنوعه، محجره خاطر التقنيه هذه تستعمل لمراكب الصيد بالجر، مراكب الصيد بالجر يستعملوا التقنية هذه لكن يستعملوها في أعماق 50 متر. معظم مراكب الصيد بالكيس عندها رخصة صيد ساحلي، تلقاه يستعمل في تقنية متاع مراكب صيد بالجر في 7 و8 متر و 10 متر. الأضرار كما شفتها أنتم هنكم شفتوا هذاك قطرة من بحر من الأضرار اللي تخلفها التقنية هذه صيد بالكيس، تجيب صغار الحوت تكسر العظام متاع الحوت، كي بيض الحوت تكسر العظام الكل، تهز الحشيش تهز الحوت جويد ما تخلي حتى شيء، أفة كبيرة. المفروض ما نشوفوش حاجات كما هيك. فترة ما وزارة الفلاحة مشكورة كانت تصدت للظاهرة هذه تصدي به برشا، نحكي لك شهر التالي، لكن بعد شهر شفنا تراخي كبير وشفنا تململ كبير ورجعت الظاهرة هذه بقوة في خليج قابس، خاصة مراكب هضامة كلها تبين ولاية صفاقس، خاطر ولاية قابس وولاية مدنين ما فمش مراكب صيد بالكيس، لكن مراكب هذوما مشهورة بهم ولاية صفاقس، هم عندهم تقنية تقليدية لكن قاعدين يضروا في الثروات السمكية ويستانسوا في المخزون البحري. بالله خلينا نفسروا سي عليا للعباد شنو معناه يضروا في الثروة خاطر أو أخزر وقت اللي نقرأ تعاليق ما نعرفش أنا راني نسمي بالاسم أنا مادام هو الإنسان تجرأ وكتب أنا نسميه بالاسم عادي معناه سي فتحي الهادفي يقول لك قطعت رزاق دورتوها على البحارة. أنا أنت تكر بلي جاوبوا أنت، أنا ما نحبش نجاوبوا خاطر كيفاش نجاوبوا باش فما حاجة هو يعرفها وأني نعرفها، أن الصيد بالكيس أول حاجة يقضي على الثروات السمكية، يجيب الحوت جويد وخشين وكل شيء يهز على بعض، يكسر العظام نتاع الحوت، يهز الحشيش يعمل تصحر بحري، المرعى معناها المرعى البلاصة اللي يرعى فيها الحوتي يقلعها تقليع تصحر يبدا كيما الصحراء البحر. وحاجة الأخرى اللي يعرفها هو ونعرفها هني ممكن أنتم ما تعرفوهاش، هذيك كي تجي للطابط للقصير المراكب هكي وتجي خاصة الولاية قابس تهز في شباك البحارة، يجي بحار صيد سهل يحط شباكة نتاع شوباي ولا نتاع كريفات ولا يحط الدراين نتاع السلطعون باش يسترزق يبيتها ويروح، يجي الصباح ما يلقاهاش من 3 حتى 30 ألف دينار تخسر البحار من جراء الظاهرة هذه. هذاكم مش أقسام نتاع عباد أخرين ولا يشوف في القسم كان عنده هو كيضر الثروة السمكية ويفلق البحارة الأخرين، يشوف كان هو وحده يخدم حاجات راهي ما لازمناش نشوفوها هذه في البحر. صحيح هني بحارة وزواو لو ناكلوا باش نخدموا، لكن أنا في جابس الكل نخدموا بخدمة قانونية وخدمة سليمة وقاعدين نصوروا في قسمنا الحمد لله. هذا هو الرزق لله. هذا هو الرزق الحلال اللي تحكي عليه انت سي عليا، مش اللي قاعدين نشوفوا فيه لانه حرام، هذا حرام عليه والله حرام عليه، تجي تضر العباد وتهز الثروه السمكيه وتقطع اقسام برشا عباد وبعد تقول لك قوتنا، لا قوتك تتخذها بطريقه التعايش مع الناس كله طريقه ما تضرش العباد بطبيعه الحال. وهذا سامحني ولي برجليه كما شكرت وزاره الفلاحه بكري، رجليه نداء لوزارة الفلاحه، وانك يا وزاره الفلاحه واخذين زوز خفرات جدد من اليابان باش يعملوا السيرفايون باش يراقبوا على الصيد الممنوع. هذا كيفاش تتم المراقبه سي عليا؟ خلينا نفهموها المراقبه، فما برشا طرق داخل في البحر كما قال اسامه، برشا طرق اما كي يخرج البحار البالانسي نتاعو تقع مراقبه الشيء اللي هو اصطاده ولا لا؟ فما برشا انواع من تاع مراقبه، فما مراقبه تصير في البحر يعني يقوم بها الحرس البحري وكذلك الحرس البحري تابع وزاره الفلاحه، فما حرس البحري تابع وزاره الداخليه، فما حرس بحري تابع وزاره الفلاحه، عندهم فلايكهم عندهم مؤداتهم امورهم واضحه ينجموا يقوموا بالبحر. كذلك في المواني المراكب هذه قلت لك عندها ستعمل في صيد محجر لكن المعدات محجره زاد، نشوفها راسية في المواني لا حاسيب ولا رقيب وما يكلمها حد، تلقاها في البورت واقف معدات شنو اللي يصطاد بالكيس يعني ظاهره الفلوكه كي تبدا مقاريه على البحر تعرفها اي ظاهره اللي يصطاد بالكيس. نوضح لك العمليه كيفاش، نوضح لك العمليه
انت تجي سيدك تاكل شور عنده سيف اي يقول لك شنو نمشي نقتل فلان انت شنو تعملي نورمال ما توقفيه هذاك ولا خلي يعمل جريمه بعد توقفيه هذاك الصاير ما ركب السيد بالكيس تخش للبرق بمعدات محجره واضحه باش يخدم بالكيس يخلوه في البرط يدخل ويتمتع بالخدمات المنائيه كل شيء معناها ينجم يقع منعه من البرط ما يدخلش من الميناء, من الميناء وصارت قلت لك شهر التالي صار صارت هكاكه وقضوا عليه بنسبه 80 ولا 90% وصلوا قضوا عليه لكن الشهر اللي فات هذا لاحظنا تراخي رهيب جدا. من حسب رايك هذا كيفاش دخل كي هي من البرط ديجا ما يدخلش يدخل البرط ما المراقبة مش قاعدة قايمة بدورها هيك المراقبة مش قاعدة قايمة بدورها تشوف مركب عنده معدات صيد محجر وقاعد يهبط في أصناف محجرة فهمت رات الحوت اللي شفتيه في الفيديو هذاك يهبط في البرط عادي ويدلل عليه عادي في السوق وما يكلم حد وما يدور به حد المفروض تتحجز للمعدات ويتحجز الحوت ويتحجز المركب وحتى للرئيس يشد الحبس على الحاجه هذه بطبيعة هذه جريمه هذا القانون شنو يقول نحكي لكم القانونيه وشنو يقول القانون فهمت لكن هذا كل ما نشوفوش ربي المراقبه مش موجوده حاليا مراقبه مش موجوده وحتى كده موجوده مش قايمه بدورها المراقبه تشوف حاجه كما نكاكا يعني فما خلل فما منظومه مش قاعده تخدمكم الفوق طبيعي منظومة المراقبة هيك ما كان يحكي لك معناها بصراحة حتى في الحالتين ضعيفة هو داخل في مقال نجم يمنعوه وخلق يخرج التلال تاع الحوتك هيك نجم يمنعوه يراو فيه سيد عنده كيس كما كان يحكي لك عبارة واحد خارج معناه لطف عليكم هي بسلاح هي. وبعد يقول لهم ليه ليه مش باش نقتل شنو باش تعمل بيه معناه انت عندك سلاح شنو داخل البحر شو تعمل بيه معك داخل باش تقتل بيه باش تدمر بيه الثروة البحرية وراو اسمع انا نشوف العبيد كيفاش تخمم واحد يقول لك ليه بسبب التلوث ماهيش ناقصة تلوث جابس باش انت تكمل عليها بالكيس بالنسبة الجابس عندنا التلوث صحيح وما عندناش مركب صيد بالكيس من اي نعرف قلت انا ماهيش ناقصة تلوث جابس باش انت تكمل عليها بالصيد بالكيس معناها تكلمنا برشا على الكيس تعرف شو وصلت عملت لنا الوزارة على النار النظام حتى موضوع في موضوع ونعرف فاش نحكي ومسؤول على كلام من عاتنا من سيد السردينة قالت لنا ما عادش تصطاد السردينة بحارة السيد الساحلي في جابس علاش ألغيتوا علاش ألغيتوا الوقفة الاحتجاجية هذه المطالبة ما ألغناهاش عملنا وقفة قدام الوزارة ومشينا وقفنا قدام الوزارة وما جوناش وسائل الإعلام كلمناهم وما جوناش يا سيدي هاي فرصة مثالش عملنا اجتماع المشكلة هذا السردينة عندنا 30 عام في جابس نصطاد السردينة بحارة السيد الساحلي عندنا وعليه منعوكم؟ واش نحكي لك هذا نحكي لك عندنا اما السلطعون ولا السردينة في ولاية جابس 30 عام نصطادوا فيها جو تو قالوا لنا ما عادش نصطادوا السردينة علاش قال لك على خاطر الشباك اللي تصطادوا فيها شباك جويدة لكن الشباك هذيك ما بالتجربة باللي يحبوا هما كيف كان السردينة على خاطر احنا السردينة كان ندوروا عليها نشوفوها بالعين ندوروا عليها ونجيبوها فيها ما نبقى ساعة عن العملية في العادة بالشباك هذيك تصطادوا السردينة هذيك العادة بالشباك هذيك 30 سنة هم يصطادوا بالشباك هذيك معناها مش جديدة الشبكة هذيك هو صياد يعرف روحه هو ماشي للسردينة باش يدور على السردينة مش على حاجة كانوا يعطونا وصل نقل منتجات سيد بحري قالوا لنا ما عادش نعطوكم الوصل باهي قلنا لا أمنعنا من الخدمة أمال كيما اشترطتينا وصل تعال أمنعنا من الخدمة قال لك ما نمنعكمش الخاطر عارفها وما تجيش لوجيك سردينة تو تعرف كيلو السردينة بقداش في السوق من اللي صعب على سيد السردينة كيلو السردينة ب 12 ب 13 في السوق اي صحيح انت ملاحظتوها غلط السردينة ولا لاحظتيها قبيله بركة قال يعني صارت السردينة نبيعها ب 15 وب 20000 كي نخدم احنا جماعة الصيد الساحلي يا سي علي حسب رايك انت علاش منعوكم منعونا على خاطر السيد مدير الديوان قال لنا ماكم جيتونا حبيت تطبقوا القانون على الكيس هنطبقوا القانون حتى عليكم انتم قالها لنا ومسؤول على كلامي علاش هو في القانون ممنوع تصطادوا السردينة الشبكة عيونها جويدة مش ممنوعة معني القانون هذا سامحيني القانون هذا قلت له من عام 94 القانون هذا اي فاهمك انا فاهمك انا فاهمك ما يبدلوش القانون انا فاهمك هما العيون نتاع الشبكة جويدة العيون نتاع الشبكة جويدة جويدة فهمنا هما يقولوا لهم انه هذيك راهي تنجم عبارة معناها كيما كانك باش تصطاد معناها تصطاد حوت جويد الوك هما يمشيوا يدوروا على السردينة ويعرفوا اللي العيون هذيك هي الوحيده اللي تصطاد السردينة باش ما تخليهاش تخرج من الاشباك هما تكنيك ما فاهمين خدمتهم فهمت لكن سامحني يقول لي ممنوعه ما انت علاش ما منعتش المجمع الكيميائي باش يصب التلوث في البحر ما خلنا شيء التصحر اللي صار في البحر من سيد العشوائي والتلوث
خلى كانش الحاجات اللي تسافر ديما تمشي كيما السردينه حوت رحاله ديما يمشي ما يسكنش فم يعني وزاره الفلاحه لازمها تحط صبحها على الدي مش تجي للبحار تقول له ليه ما تصطادش السردينه المفروض الشبكه هذه برا التلوث برا عالج الصيد الجائر هذا الصيد بالكيس برا عالج الظواهر هذوما جيت صعبوا علينا شوي في الورقه ما منعوناش جيت صعبوا شوي شوف انت كيلو السردينه تو قداش وصل وصل 12 و13 نل فما بالك يمنعونا باش نصطادوا الجمله احنا تو قاعدين نصطادوا في السردينه اما نهربوا فيها من غير ورقه عباره على هز دروك تولي هز 10 15 اللزوم مش يستعملوا طرق معناها شوف كونترا ولات السردينه وبعد كي منعوها جمله ما والله كيلو السردينه اللي عاد يقدر حتى مواطن اكل المناطق الداخليه قبلي ودوز وتطوين ومدنين كل هذاكم يجوا الجابس باش يهزوا السردينه اللي باش يبيعوا للمواطنين هذاك والله باش يحرموهم اصل وحرموهم ديجا تو كيلو السردينه في قبل يحكي لي ولا مس واحد قال لي ب 9000 كيلو السردينه في قبل والله غاليه ياسر بصراحه ان شاء الله ان شاء الله اسميك بصفه عامه ياسر عليا انا جوج جوست نقول لك ان شاء الله الوزاره تسمع وان شاء الله يوصلها الاكستري هذا التدخل هذا اجتمع معنا اربع ايام اخر التالي اجتمع معنا كملنا الوقفه الاحتجاجي وصلنا هنا الكل الراجل يحكي في حاجات لا ما بالضغط شوف لا قانون 30 عام زدنا وصلنا صوتك يا سي علي مره اخرى بارك الله فيك بارك الله فيك احنا ما احنا والله راسي حاجه احنا من الناس اللي تحافظ على البحر ونحب المحافظه على الثروات السمكيه وحتى المشاريع اللي عملوها البحاره ارصفه صناعيه وبرشا حاجات في البحاره باش يحموا الثروه السمكيه لكن انك تجي على النقطه حساسه مورد رزق برشا بحاره وما تضرش المنظومه البحريه ما تضرش الثروه السمكيه راه هذاك اعتبرناه وتو اعتبرناه برجوليه فيها امور سياسيه ويحبوا اجل الاوضاع ويحبوا يدخلوا لي واضح علي هذا 2000 بحار يخدموا على السردينة أضم 2000 بحار غدوة كتاب نعمل خدمة باش يعمل باش يمشي يسكر إدارات ويسكر مجمع كيمياء ويسكر ميناء ويسكر برشا حاجات ويعمل برشا حاجات ماكش باش تحكم فيه البحار غدوة كيف من قوت صغار أو قوتة ماكش باش تسيطر عليه لذلك رجاء للسيد الوزير رجاء للسيد رئيس الجمهورية يعمل لنا حل في الموضوع هذا ان شاء الله ان شاء الله سي عليا ان شاء الله يسمعوا وان شاء الله يلقاو الحل انا فرحان انه سي عليا يحكي بوعي كبير فيه انه وزاد قال لك انا مسؤول على كلامي عارف ايش قاعد يقول كي تمنع العبيد من الصيد هذايا رغم اللي هما ما همش قاعدين يصطادوا بطريقه مخالفه كان من الاجدر وقريت بعض التعليق يقولوا لي راهو صياده بالكيس عصابات انه كي ياخذ جرأة انه ينشر فيديو على الفيسبوك نتاع نخدم ونصطاد كيما نحب وما عندكم ما تعملوا لي يعني المراكب سامحني مش نتهم في حد اما الفلايك اللي تخرج للحرقه يفيقوا بيهم ويشدوهم وهذا خرج من البورت وشافوه عنده كيس ومشى يصطاد ورجع وحط في البورت وكذا باش تقول لي ما راه حد انا نقول عملوا رواحهم ما شافوهش وجو دي بيان عملوا رواحهم ما شافوهش يعني يا اما حاجتي يا اما مطفين عليه الضوء لانه عنده نفوذ يا اما ياخذوا عليه في رشوه ما فما حتى حل اخر واضحه العمليه يا اما ياخذوا عليهم في رشاوي باش هما يخدموا بطريقه غير قانونيه يا اما هذوما عندهم نوع من النفوذ والله اعلم كيفاش يخدموا اما باش تقول لي ما ريتهمش سامحني 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 راكريتهم وفي بالك بيهم وتعرف اللي هما مخالفين للقانون صعيب وكما قال لك سي عليا المراقبه تقع من اللي هما داخلين معناها يفيقوا بهم وزاد كي يخرجوا شي مراقب بالجي بي اس وبالقمر الصناعي وبالكذا وملك يغرق بابور ما يكلمش وفي بالهم يعطيك الصحه تعرف شنو المشكله كي نسمعوا هكايا كل مجال نحكيو عليه في مشاكل في فساد غريبة في فساد يعني توا بالحق دوخ راه خاصو كان جات مشاكل ما حتى مجال حكينا عليه هو فساد هذا فساد واحنا في الروبريك هذه نحاربوا في الفساد ان شاء الله ربي معنا ومعاك انت سورتو خاطر انت الحكايات هذوما ملم بهم بالجد يعطيك الصحه يا اسامه سعفي ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك اسعد الايام نخرجوا بوب لا غنية غنية مرحبا بكم في دارنا العزيزة مرحبا بكم في الدار احنا مع بعضنا مازال عندنا الوقت حتى النص النهار والوقايه هذه شد الريقلة شد الريقلة مع الدكتور شاطر صباح النور دكتور صباح الانوار صباح الفل شنو احوالك لاباس لاباس يا ربي لك الحمد لله عجبك الطقس اليوم
والله من ما عندي هكا ميولات فلاحيه دونك عجبني الحق برك يا ربي يرحمنا شويه الدرجه ان شاء الله يا ربي. اليوم باش نحكيو على التهاب الركبه والسمنه. موضوع يهم برشا برشا ناس عندهم مشكل في الركبة دونك بسبب السمنة سيختو، ولكن فما هي أسباب أخرى تو نسمعوا منك أنت، لكن السمنة عندها معناتها سبب رئيسي يظهر لي. هذا هو خاطر أنا حبيت ناخذ إكزامبل معناها حكاية الركبة والأرتروز نتاع الركبة، خاطر السمنة عندها برشا مضاعفات على الدم الكل، على الرواري على المعدة على إيه خاصة على المفاصل. خاصة النفاس فما الظهر والركبة. أي. أنا علاش ولا خدم تفكر برشا شرطون نساء في عمر معين بعد 50 يجيو ياسر يتشكاو من حكاية توجع الركبة نتاعهم، يكونوا مشاو لطبيب المفاصل ولا طبيب العظام وعملوا تساور وكليرهم والتحاليل وكل شيء، وعندهم حل الوحيد يقول لهم راهو نعطيك دواء مسكن كليزونتي انفلاماتوار وحاجات نقص الوجع، اما راهو مادام الميزان هذايا هابط على خاطر احنا كي ناخذ على زوج ركبات نتاعنا. اذا ديما الميزان يقعد معناها هو بيدو راهو باش نقعد نعانيو، والحل الوحيد من بعد ما يتاكل لك الغضروف نتاع الركبه الحل الوحيد يولي لك العمليه نتاع البروتيز نتاع الجنو. صحيح. اللي هي عمليه معناها ما تصير الا فريمون كحل اخر حد. ذاك علاش فما دراسات، فما زوج دراسات حبيت نحكي عليهم. تعملوا باش يورينا شنو اللي لازمنا نعملوا بالضبط معناها في هذا الشيء. الحكومه فاتت خذوا عام 2015 صاروا في امريكا، خذوا 506 عباد وعملوا ثلاثه مجموعات تبعوا، المجموعه الاولى عباد من عام الرجيم لحد شيء قعدوا نفس الميزان، المجموعه الثانيه نقصوا 5-10% من الميزان نتاعهم كاو، المجموعه الثانيه نقصوا اكثر من 10%. في الاخر بعد ما عملوا تحاليل وتبعوا كل شيء قعدوا 4 سنين يتبعوا فيهم، يلقاو اللي نحاو شوية معناها 15% واللي ما نحاوش كيف كيف راتيك ما متحسنتش الوضعية نتاعهم. متحسنت وضعية، متحسنت الوضعية كان الجماعة اللي نقصوا أكثر من 10% من الميزان نتاعهم. إيه. دونك هذاك علاش في التنقيس وبالطبيعة هذاك حسب العبد معناها مثلا اللي زايد برشا ونوعية الالتهاب وبالطبيعة هذاك كل حالة بحالتها. إيه. مي أون جينيرال إذا باش نقصوا ونلقاو تحسن وخاطر الكارتيلاج اذا صار الارتروز والالتهاب صار في الركبه ما عادش يرجع لتالي. اي دونك انه نحسنوا فيه بالريجيم باش نقصوا الضغط عليه. اما باش ما يزيدش على الاقل. ولا ونستحوذوا على اللي ما زاد. دونك هذاك علاش في التركيز عاده يجينا نقصوا بالكدا باش نتنفسوا. واكثر من التدخل يكون على بكري معناها اول ما بديت الالتهاب في الركبه اكثر ما يكون خير. اي الدراسه الثانيه كوثر عملوها على شنية خذوا كيما العاده خذوا مجموعات عباد وعند النساء عباد عملوا ريشي وعباد ما عملوش ريشي، عباد عملوا ريجيم ومعاهم مشي وحركه اكزرسيس فيزيك، وعباد عملوا كان الحركه وكو ما عملوش ريجيم ما عملوا حتى شيء. دونك شو لقاو في الاخر؟ لقاو اللي فما تحسن ملحوظ في الحركه عند اللي عملوا اكتيفيتي فيزيك، معناها من غير حتى ما عملوا ريجيم، اما لو فات اللي متحرك وما عملوا شويه حركه مشوي جا تحسنوا، وفما حتى تحسن عند اللي عملوا ريجيم اكاو. دونك الخلاصه شنيه؟ لو نوليو هكا متعارضين في اللي حكيني. الخلاصه اللي اذا نحبوا نعملوا حاجه بالكدا فريمون وننفعوا المفاصل نتاعنا يلزم الريجيم هذاك بالطبيعه، اما ريجيم بالكدا معناها نقصوا فريمون الزيت، ومعاه اكيد انه فما اكتيفيتي فيزيك يلزم شويه حركه معاه مشي، ولا اللي عنده مازال هكا جهد للرياضه اما الاكتيفيتي فيزيك الحركه يحسن وينقصوا ياسر الالم. ايه دونك كذاك علاش ماذا بينا الحاجتين هذوك ناخذهم من العين العقل. طلعوا نافعين لكل شيء مش كان الركبه توا حسب ما معناتها كل شيء، كان عندك قلق في بدنك، كان عندك قلق في الاعضاء، كان باقي الرجيم والرياضه، كل شيء كل شيء. انا حبيت خاطر هذا موجود ياسر معناها فماش عائله ما فيهاش عبد قاعد يتشكى بالكيب ولا حاجه. في عمر معين اي. معناها بعد في الكبر بالطبيعه. دونك حبيت خديتها اكزامبل على مع برشا حاجات اخرين معناها يعني فما اللي عندهم جاي على الظهر والسياتيك والمشاكل برشا انواع، مي هذه فريمون عملوا عليها دراسات
وكما قلت لك مش كان ريجيم لازم معاه شويه حركه على النجم. يعطيك الصحه دكتور، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد الايام ونهاركم الكل صحه وقسم ورزق. نقول لكم شهية طيبه، غدوه جوغ فيغيي، غدويك عيد الشغل، ان شاء الله الناس الكل تتمتع بالنهار هذيك وترتاح وتريحوا زاده كيف كيف مع صغيراتكم وتتلموا الكل. شهية طيبه ان شاء الله، ونجم نقول بون ويكاند يظهر لي خاطرو يعتبر ويكاند. باي باي.